في سهيلة بتقول لحضرتك عندي مشكلة مع حد قريبي صغير في السن أو صغيرة في السن بتسرق، كلمتها كتير وبتقولي أنا معرفش أنا بعمل كده إزاي، فأرجو الرد. ودي مشكلة متكررة بتحصل أعتقد. فعلا، بتحصل كتير. دي لازم لازم تروح يعني لازم تشوف دي بيسموها أعتقد أخصائي. كليبومانيا أو حاجة كده، كليبتومانيا. كليبتومانيا. وبيبقى ليها أسباب يعني أعمق من اللي باين ده، يعني بيبقى حد بيحاول يعمل حاجة ينجح فيها من ورا الناس. ايه اللي ورا ده بقى؟ هل مش واخد اتنشن كفايه؟ هل انا مش ببرر طبعا، بس احنا بنحاول نشوف اسباب لده. مش واخد اتنشن كفايه، هل حاسس ان الناس كلها بتاخد حقوقها وهو لا، هل عنده حقد زياده شويه، هل بيتقال كلام في البيت فيه كريتيسيزم كتير مثلا ليه. في اسباب كتير مختلفه، يعني مش عايزه اعممها لان كل حاله بتبقى غير التانيه. فلازم حد متخصص يشوف الحاله. لازم. لكن بقى العقاب الشديد قوي في الحالات دي بيسوقها، لان انت لازم يعني مع نجيب الاطفال نتيجة بالذات. عكسية. طبعا مع الاطفال بالذات ندخل لهم ونسمعهم، يعني ده الاهم. طبعا طولنا عليكي، بس عايزين نعرف في اليوم العالمي للصحه يا دكتور نهلة، ايه اكتر مرض بيعاني منه الشعوب كلها، يعني مش العربيه بس، في العالم كله وخصوصا بعد كورونا؟ يعني ايه التوتر مرض والقلق والاكتئاب طبعا. بصي، من بعد كورونا احنا كان في احصائيات اتعمل، ال WHO كانت عامله احصائيات قبل سنه 2019، قبل ما تجيلنا الحاجات العجيبه دي، كان النسبه بتاعت حدوث الانكزايتي والديبريشن 1 من كل 8. تمام. زادت بنسبه 26% سنه 2020 في سنه. انت متخيله قد ايه الايفكت بتاع كورونا يعني عمل؟ يعني ربع العالم تقريبا واكتر. بالظبط. ده غير بقى انه لما الوقت طول، بس الستاديز دي ما خلصتش، يعني دي مجرد زي احصائيات، يعني مش دراسات كامله، بس كلها بتقول انه في جزء كبير من الكوفيد بيعمل اصلا اعراض نفسيه في حل؟ لونج تيرم. تدينا تبس سريعه، ايه الحل؟ بصي، احنا الكورونا علمتنا حاجه برضو، يعني على قد ما هي كانت علقه بس هي علمتنا برضو فكره ان احنا ما عندناش كنترول قوي على كل حاجه، ودي حاجه ما كانتش سهله على ناس كتير. فان احنا نقدر نتقبل ان احنا كبشر ما عندناش كنترول قوي على كل حاجه، ومش كل البلانز هنقدر ان احنا ننفذها. التقبل لوحده الاولاني، وفكره ان انا يبقى عندي مرونه نفسيه ان انا اقدر اتغير مع التغييرات اللي بتحصل، دي حاجه ممكن تساعد قوي ان الناس تعرف تتحمل وما يجيلهاش التوتر العالي قوي ده. مش كل حاجه في ايدي. يبقى عندك رياضه، يبقى عندك اهتمام بالنظافه طبعًا. وبالصحه، في حاجات اتغيرت كتير في حته الامراض. بس انا بتكلم من الناحيه النفسيه. المرونه النفسيه دي حاجه مهمه قوي قوي قوي. على فكره كل ده هيظبط النفسيه. طبعا يديكي طاقه ايجابيه. الحته دي مهمه قوي كلايف ستايل، يعني كهزار على الموضوع، مستمر في السعي رغم انعدام الشغف. استمر. انا اعتقد ان استمرارك في السعي رغم انعدام الشغف او الرغبه هيجيب بعد كده شغف، وهيجيب بعد كده تغيير ورغبه. بس مع ان احنا واخدين بالنا ان اللي بينمي الشغف زي ما قلت لك الحاجات اللي بتسعد فعلا، نسبه الروقان اللي هنوجدها في حياتنا، المحبه اللي حوالينا. بالظبط.